اللي كنديروا دائما يعني سنويا. العام فايت حنا نظرا للظروف ديال الجائحه، ولكن الحمد لله السنه هذه فات ما كنا نديروا بشراكه مع عيد الدرع الهوائيه. يعني كما كنعرفوا انه على واحد المسار كبير داخل الواحات وداخل القصبات، تعرفنا على مناطق اللي هي جميله جميله جدا خصوصا في هذا الجو هذا الجميل جدا الممطر. والحمد لله كنتمنى ان المبادره انها تستمر، لان اصحاب بزاف ديال الناس خصوصا الاخوه الرياضيين الشباب، وكنتمنوا اننا ان شاء الله ما نكونش على حد هذه، لان الاتحاد الجمعوي يعني دائما هو كيكون في الداخل المبادرات، وهذه مبادره ديال الطواف الاخضر اللي كيتزام مع مناسبتين جميلتين عزيزتين على المغاربه ككل، اللي هي مناسبه المسيره الخضراء المظفرة ومناسبه عيد الاستقلال المجيد، وهذا شيء جميل نتمنى ان شاء الله تشوفه. باسم جمعية الدرعية للدراجات الهوائية والسياحة الإيكولوجية نحيي الاتحاد الجمعوي الروحة لدعوته لنا للقيام بهذا النشاط الرياضي. هذا النشاط هذا اللي جاء بشراكة مع الاتحاد وجمعية الدرعية للدراجات الهوائية والسياحة الإيكولوجية تحت شعار الدراجة الهوائية صديقة البيئة. كان هذا النشاط هذا يوم السبت 20 نوفمبر، كانت الانطلاقة صباحا الساعة 9، وكان جولة وسط الواحة تخللتها بعض الوقفات داخل قرى بواحة درعا، وقفة أمام مؤسسة تعليمية اللي وضعنا فيه موقف ديال حديدي للدراجات الهوائية، كذلك توزيع جوائز الأكبر مشارك سنا في هذا الطواف هذا، وأيضا تشجيعا الشاب تلميذ بفوزه في احدى العدو ديال التحدي الصحراوي. الدراجه الصديقه للبيئه ومعلمتها السيد خليفه المساعدني. هذا النشاط هذا ونتمناو على اننا نكونوا نجحنا فيه، وفعلا راه نجحنا فيه. خلقنا واحد الجو ديال السعادة، ومع هاد الجو هذا ديال الشتا بعدا كلشي ناشط كلشي ضحك الحمد لله على ساعة. إذا نتمناو أن هاد النسخة الرابعة ها هي تحسين نسخة قادمة إن شاء الله يكون فيها.